بسم الله، هنبدأ المرة إن شاء الله. عايزين نعمل للكانتري بس أبديت، يعني الداتا بتاعت الكانتري. طبعا ما عندناش داتا في الكانتري كتير غير اسم الكانتري بس، فأنا هقول له كانتري كاستمرز دوت فايند وان أند أبديت. طبعا عندنا في الأبديت كذا طريقة، هحاول أنوع قدر الإمكان في الأبديتس والريموف والكلام ده كله بأكتر من طريقة. هبدأ بطريقة وأغير الطريقة وأنا شغال، بحيث تقدر برضو اللي قاعد بيذاكر يقدر يستوعب أكبر كم وأكبر أشكال. لان وارد تكون في فريق حد بيشتغل باسلوب، انت بتشتغل باسلوب او شايف كود معين او شفت على الانترنت كود معين، فتبقى قدر الامكان نحاول ننوع يعني للمعرفه مش للتشتيت. فعرفت له الفايند وان اند ابديت، الشرط بتاع الاندر سكور اي دي يبقى زي الريكوست دوت بارامتر دوت اي دي اللي هو جاي على اليو ار ال. وبعد كده ببعت له الست اللي علامه الدولار ساين وست ريكوست دوت بادي دوت، طبعا الايه الاسم الحاجه اللي جاي، لا ريكوست دوت بادي كله، لان هاخد البادي كله اللي جاي لي، سواء كان كانتري نيم كان مش عارف ايه، لو طبعا لو فيه هو ما فيش غير كانتري نيم، وهسلمه خلاص بس مش اكتر من كده. طبعا الست دي اللي بتشيل الداتا كلها اللي هي هيحصل لها تعديل، والايرور والداتا بتاعتي اللي هي الكانتري بتاعتي. طيب كلام جميل، واعمل ارو فانكشن واجيب من فوق على طول الايرور والريسبونس. تمام تمام، نقول بس سكسس، والداتا بتاعتي ما تبقاش بس الكاستمرز، في كوز زياده لما خدته من كوبي وبيست. تمام، الداتا بتاعتي هبعتها اللي هي الايه اللي هي الكانتري، مع ان طبعا ممكن اطلع بس المسج عادي اقول له كانتري ابديتد سكسسفلي وخلاص، عشان من انا في الابديت الداتا اصلا هو اللي بعتها، يعني الداتا اصلا هو اللي معدلها، هو اللي ايه زي ما انت تحب. شوف انت عايز تبعت رساله ولا عايز تعمل ايه. انا بالنسبه لي هرن اجرب على طول. طبعا هشوف بس الراوت كان على ايه، الراوت كان على الاي دي سلاش ابديت. ماشي، اخدت من اليو ار ال ده كده كوبي، وهروح اعمل نيو ريكوست واحطه ببنك بي اي، بس طبعا اكتب الاسم الاول ان انا بابديت الكانتري واضيفه على البنك بي اي، وادي اليو ار ال بتاعي، ازود بس سلاش ابديت، واغير التايب بتاع الفانكشن بتاعتي ان هي بوت، واروح على البادي واحط بقى الداتا الجديده بتاعتي، بس طبعا يو ار ال انكودد، هقول له كانتري وهحط الاسم بتاعها مثلا وليكن عراق مثلا، والاي دي انا مش عارف بتاع ايه. هنشوف اعمل سند، قال لي ايه؟ قال لي سكسس ترو، وجاب لي الداتا، جاب لي الداتا غلط، تعال نعمل ريفرش كده، جاب الداتا القديمه يعني، برضو الداتا هي لسه مستنيه سوري زي ما هي. طب نرجع كده تاني هنشوف العيب فين. طبعا حاجه زي كده انت برضو انت اتعلمت انت بتست ازاي، فانا هوريك انا يعني اتست حاجه زي كده ازاي يعني. طبعا انا ممكن اعمل كونسول دوت لوج، دايما بختبر بس الداتا بتاعتي ماشيه مظبوط ولا لا. فهقول له ريكوست دوت مثلا البادي، اطبع لي البادي اللي انا بعته لك عشان تعدل بيه، هو قرا البادي ولا لا؟ فعملت سند هيشتغل عادي، اروح اشوف البادي، البادي بعت لي الكانتري ايراك صح؟ يعني بعت لي صح. بص الكانتري مكتوبه ازاي؟ مكتوب فيها حرف غلط، فما لقاش الداتا مظبوطه، فالكانتري ناقصها التي صح؟ فاتاكد ان الداتا جايه مظبوطه عشان اتاكد ان الفانكشن هي اللي فيها العيب. هنا عملت اهو سيف، طلع لي ايراك، وهنا الكانتري بقى جاي ايراك، مفيش اي مشكله خالص. فمن طبعا هنا الديبريشيشن او الديبريكيتد او الديبريشيتد ماشي كده او كده، هي بتبقى بس بسبب ان احنا استخدمنا فايند وان اند ابديت. ممكن ناخد فايند اند موديفاي ونديها اوبشن ترو او فولس، اند او فولس في الاب جي اس عشان يشيل الرساله دي. وطبعا احنا مفترض نشتغل بحاجه يعني يكون احدث، هنشتغل دوت ان شاء الله وانا بعمل ابديت للكاستمرز عشان اوريك الشكل القديم والشكل الجديد، لان انا ما اعرفش الفيرجن انت تبقى شغال بيه ايه. كل اللي بنعمله بس واحنا هنا في المونجوز، لما كنا بنبعت اليوز نيو يو ار ال بارسر، برده ببعت الفايند اند موديفاي اديها فولس او اديها فولس المفروض. على العموم ماشي فولس تمام، مفيش مشكلة، حتى الرسالة تفضل موجودة دي مفيش فيها مشكلة، ان هي المفروض مع الوقت هيبدأ يلغوا الفكرة دي بالطريقة دي يعني، مفيش مشكلة. المهم ان انا بعت الداتا، جاب لي الايه الداتا بتاعتي اتغيرت زي ما احنا شايفين.
نرجع كده على اليو ار ال بتاعنا. المفترض نبدأ بقى المرة دي في الديليت. ماشي، مفيش مشكلة، نبدأ المرة الجاية في الديليت.